النبي فدي يوم قاعد واجت مرة مضيعة ابنها، والصحابة قاعدين، واجت هاي المرة تدور على ابنها، لقت ابن كلبت بيت حضنه وتبكي، ذولا القاعدين كلهم بكوا. قالهم انتوا بكيتوا لانه هاي المرأة الشفيقة بابنها؟ قالوا لي والله شو الرحمة، شو اللطف هذا، العاطفة جد قوية. قالهم والله إن الله أشفق من هذه الأم على ولدها. شوف شوف احسبها احسبها، هو هذا الحبيب يعني يستاهل واحد يغثه، يستاهل واحد يعصيه؟ الله عز وجل أشفق أشفق من الأم على ولدها، بس تعال بقلب، بس هاي على خربطتها الله يتبنى. ما رايحين لهاي انتم الأسواق الشعبية تريد تشتري لك موبايل شاشته مكسورة؟ يقول له هاي شاشة مكسورة، يقول له اشتري وصلحة، اشتري وصلحة. فأنت روح للحسين قل له أبا عبد الله اشترينا على خربطتي، على ذنوبي، على أخطائي، تشتريني وصلحني أحسن ما يشتريني إبليس.